سالي، صباحنا لليوم رح نبدأ مع الكلمة الحلوة يلي بتتخذ وزن وإيقاع ومعنى وبترسم صورة شعرية بتلامس شغف القلب والروح. ضمن وزن شعري محكي زجلي بتجسر بالأرض السورية الطيبة وبياخذ منها الأرض وبيعطيها. حلو هاد كتير الحكي، وأكيد بمحطتنا التالية رح نسافر بين الكلمة والحرف ونسبع بوح الروح وحديث القلب ونقلب وراء دواوين شعرية على إيقاع الزجل، ومما بحب الزجل والشعر المحكي اللي بيمتد ليلامس ويجسد ويقارب جميع الحالات الإنسانية ضمن قالب وجداني، ونسافر على ضيعة كتير حلوة فيها شعر حلو ونقطف وردة من بستان الغزل لنهديها لعشق سوريا مع شاعرنا الكبير الأستاذ سمير عبد الله سارة ابن وادي النضارة. يسعد صباحك. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيد جدا بوجودي معكم بهالعيد الكبير. أكيد يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. بالبداية، بما أنه العيد 59 للتلفزيون، كان في لك تهنئة خاصة للإعلام، ممكن نسمع شيء منك؟ أكيد أكيد. من الشام العطرة ياسمين اللي بيشموه الملايين، بدنا نهني التلفزيون بعيد 59. بسوريا بهني الإعلام اللي سهران وما بينام، بسوريا بسوريا قلبه هام الأبيض من تلج بصمنين، بدي هني التلفزيون بعيد 59. بالأزمة تحدى الأخطار، مفتح عينه ليل نهار، استشهد من إعلامه كتار تا يبقى عالي الجبين. أي محطة بسوريا الله وشعبه حامية، علم الكلمة عاطية ومين القد هوني مين. علينا كل ما بيمرق عيد منبني سوريا من جديد، علينا كل ما بيمرق عيد منبني سوريا من جديد، منكمش فيها ايد بايد وفيها منبقى متحدين، بدنا نهني التلفزيون بعيد 59. يعني كلام جميل، أكيد كل التحية لأبطالنا بالإعلام، أيضا أكيد لجرحى الإعلام السوري اللي تم تكريمهم مبارح سمر، أكيد الرحمة لشهداء الإعلام السوري. يمكن هالكلمات اللي حضرتك حكيتها أو الشعر اللي ألقيته هو نابع من القلب، يعني مين ما بيتذكر بذاكرته التلفزيون السوري هو اللي نحن ربينا عليه وفتحنا عيوننا عليه فعلاً. يمكن فعلاً. من قديم كتير، فهلا 59 عمر، يعني عمر صار ان شاء الله العمر الطويل للتلفزيون العربي السوري مدى الحياة، يعني وضل في تألق دائم. أمين يا رب. ضيعت الشعر الحلو ديوان لحضرتك، ممكن نحكي عنه بشكل أكبر ونسمع شيء منك؟ إيه طبعا، ديوان الشعر الحلو، ضيعت الشعر الحلو بال 2008، وبال 2010 كمان طبعت ديوان بستان الغزل. حاليا في عندي مجموعة كبيرة سياسية حول الوضع القائم في سوريا، يعني فبقول فيه خلي الدنيا تتفهم وكل الأمم، الخدمة سوريا الكل ما بيعرف سأم، وسوريا اللي منحبها محبة نبي، وسوريا اللي شعبها حمل القلم بيكتب على صفحة مجد اسم اليعربي، تضل تحمل للدني أعظم قيم، صفحة سوريا طول عمرها مدهبي، ياما بزمانها كتير صبرت على الألم، على أرضها ممنوع يبقى أجنبي، عكر صفاها أو صفا شعب التزم، تأيد وحدي
يكون وحدي طيبي عجبينها مرسوم على طول العلم. نحن بسوريا شعبنا الشعب الأبي الخدمة بلدنا الكل بيشد الهمم، ومهما اختلفنا بالحوار منلتقي حتى علمنا يرفرف بأعلى القمم. حلو كتير، يعني شعر جميل مع طبيعة رائعة. أكيد. من الشعر أكيد. الحلو لبستان الغزل، أسماء جميلة. يمكن دائما الشاعر هو ابن بيئته، أكيد. فبياخد من بيئته. أكيد. ابن الساحل بياخد من الساحل، وابن الوادي بياخد من الوادي. يمكن صحيح. الطبيعة الخلابة بتخلي الإنسان يستشعر ويحكي. أكيد. ويفوت لقلب الوجدان. خلينا نحكي عن بستان الغزل، شو بقلبه لبستان الغزل؟ بستان الغزل اتغزلنا بالأم، بالطبيعة، اتغزلنا بالوطن، اتغزلت بوادي النضارة اللي هو يعني بقعة من بقاع سوريا الحلوة. فبقول فيه، رح أقول فيه: امتشي واعتز يا وادي النضارة، بسوريا بلادنا مهد الحضارة، ترابك تبر وصخورك لآلي، وشعبك شعب مشهور بجدارة. نبعدت عنك بتبقى عبالي، لأنك أنت للعقل المنارة، واسمك كتبته عجبين عالي، وكوني فوق صدري للطهارة، لحتى يشوفوا وجهك اطفالي والصبايا والشباب بكل حارة. يا مناصرين الشعر يل انتو قبالي، فيكن بعيد للكلمة اعتبارا، سقيت الشعر من خمر الدوالي، تعطي كلمتي قوة وحرارة. جدي الكان عنوان البسالي، ولتبقى سوريا واسع مدارة، تكع صخورها وسهر الليالي، لتبقى سوريا ما واسع مدارة. الوطن يا صاحبي عالكل غالي، أكيد الوطن، لحتى نعيش بربوع بجدارة، نفدي سوريا بكل غالي، وإيد وحدي بهالوطن منكون تنبني بيوت لمحبي شعرة. سلام، ما في أحلى من هيك يا صالي من عند الصباح. خلينا نحكي عن الشعر. بس تقرر تكتب الشعر، هل أنت مثلا بيجي وحي، فكرة بتكتب فورا؟ كيف أنت بتقرر أنه أنا هلأ بدي أكتب شعر، ولا مثلا المحيط، السنوات الصعبة اللي عشناها حفزتك على الكتابة؟ وبدنا نحكي كمان عن عشق سوريا الديوان، مين فينا ما بيعشق سوريا؟ فخلينا نحكي عن هاي الأساس. أكيد. هلأ الشاعر الله بيكون عاطيه الموهبة، تمام، الشعرية. أول شيء بده يحصل على الفكرة اللي بده يحكي عنها، تمام. هالفكرة بس يحصل عليها بيبقى فترة يعالجها ضمن ذاكرته، ضمن عقله، نعم، حتى تختمر تطلع الفكرة. هل عندك طقس خاص بالكتابة؟ كل شاعر عنده طقسه الخاص، وإذا عندك طقس خلينا نعرف شو هو. ما فهمت يعني. الطقس خاص، مثلا في عالم بيحبوا يكونوا لحالهم شعراء بس يكتبوا، في عالم بيحبوا على البحر، طقوس خاصة يعني. عندك طقس خاص صح ولا لا؟ أنا بس تختمر الفكرة بذهني، بفوت على مكتبي وبسكر على حالي وبلش اكتب. يعني خلال فترة بسيطة بتكون القصيدة جاهزة، فأنا بنبسط كتير يعني، بصير زقف لحالي انه هلأ طلع معي كل هذا. طبعا مع تكرار القصيدة في المراكز الثقافية، دائما منروح بدعونا على المراكز الثقافية بمسيرات شعرية ومنقول هالقصايد، مع الأيام يعني بتضل بذاكرتنا. أكيد. يمكن مثل ما حكيت سمر، لكل شاعر طقس خاص فيه، ويمكن ضمن طقوسك الخاصة أنه بتحب الاختلاء بالذات،
لتقدر تعمل كمية كتير كبيرة وتثني عليها، تكون أنت مبسوط منها. يمكن بس الإنسان ينبسط من شيء هو عامله، أكيد حي ينال إرضاء يلي عم يسمعه أو يلي عم بيتابعه. مع الشعر العميق ومع الكلمات الجميلة، خلينا ننتقل لجانب النثر. أدي أيضا النثر بيعني لك؟ النثر شعر أكيد، في عندك المحكي، شعر المحكي رائع جدا، من الضيعة، من البساتين، من الطبيعة الخلابة. نعم. كمان شعر الزجل يمتاز انه شعر المحاورات. يعني حفلات الزجل معروفة بسوريا وبلبنان فرضان، من خلالها في الشعراء بيتحدوا بعضهم، مثلا دائما المعنى هو للمحاورة. وفي عدة أصناف للزجل، منه القصيد، منه القصير قصير، منه القرادي، منه الموشح، يعني على اختلاف انواعه. اكيد. شو خلينا نحكي عن المعنى الكبير انه الانسان يكون شاعر بهالوقت وبهالعصر، احكي لنا عن هالمعنى وشو هي رسالتك كشاعر بهالوقت. الشعر المفروض يكون موجود وين ما كان، بكل نواحي الحياة. نعم. بالمهرجانات، بالاحتفالات، بالمهرجانات الدولية، بالمهرجانات السورية، في عندنا مهرجانات مثلا عندنا بالوادي، بصير مهرجان القلعة والوادي المفروض يكون حاضر فيه. دائما الشاعر هو وظيفته أو همه الكبير أنه يحكي عن جمال بلده. أكيد. عن الأحداث السياسية اللي بيمر فيها البلد. تمام. عن هالهجمة الشرسة اللي هلأ عم تمر على بلدنا الغالي سوريا. نعم. بيحس فيها، بيحكي عنها، بيحكي عن مثلا المجازر اللي كانوا أيام زمان يعني الإرهابيين عملوها بأطفال سوريا، فبيحزن قلبه رقيق، فبيحزن وبيحكي عن هالامور. نعم. تمام. فيني هيك اقول عن هالموضوع. نعم. طيب. يمكن وادي النضارة وغيره من المناطق السورية ده استهدف الارهاب، استهدفه. ولكن يمكن بقاء وصمود اهله وجميع محافظاتنا اكيد اللي صمدوا، نحن صمود ابناء سوريا. ما زالت الروح الجميله موجوده. يمكن تضايقنا شوي، ولكن حب سوريا وحب كل قطعه فيها وكل شبر فيها هو كان اقوى من الارهاب. كان تجاوزنا هيدا المحنة وحاليا نحن متجاوزينا. رغم كل هالشيء ما زلنا عم نقول شعر. ما زلنا عم نمارس حياتنا اليومية والطبيعية، وما زالت المهرجانات قائمة. حكينا شوي عن مهرجانات الوادي وعن رغم الإرهاب قديش نحن صمدنا وضلينا واقفين وصامدين. اي اكيد. بعدك يا ضيعة مقر كل الملهمين، ومنك يا ضيعة العين ما بتشبع نظر، فيك الرواب معطرة بالياسمين وفوق زندك نام تا شبع القمر. بحبك أنا ومش بس رب العالمين، حبك تصرتي اليوم نغمي على الوتر، انت بضمير الناس من در التمين، المثلي بحب الأرض بكلام وجار، ولولا شموخك ما نضج مرة العجين، وإلا عجين الشعر فيكي ما اختمر، عجبالك الغراء فيقت سنين، كبرتي بعين الشعر شيبتي الكبر، وشعب اللي فيكي من الشعوب المخلصين، حب الأرض، حب الزهر، حب الشجر، والحب فيهن على العمر ما بيستكين، نار إلك مشعال يضوي على البشر، يا وادي النضارة يا قلعة محبين، ما بين ضيعة وتاني شلفة حجر،
فيك المحبة عامرة والمعجبين من كل مطرح عم يجوي مل النظر منك ومن غابات هالشعر الأمين يعطي البشر بالتضحية أجمل صور وأنت يا ضيعة يا حلم كل البنين عدروبك الحلوين ما بتشبع سهر أنت يا مطرح ما شبابك حال مين يبقوا معك تيضل اسمك ينذكر وفيك أنا رح ضل مرفوع الجبين ولا تصدقي بنسى الوداعة والجمال ما زال اسمك هون بالقلب انحط. أكيد بحياتنا دائما في مطرح للتفاصيل العادية بالحياة الإنسانية للحب للكره للزواج للفراق لأي شيء من هدول بالتفاصيل العادية في كاتب شيء لهالقصص ولا لا؟ والله للمرأة أكيد أكيد يعني هلأ المرأة الأم قد ما نحكي بصفاتها منضل مقصرين خاصة الأم خلال هالأزمة اللي عم تمر فيها بلدها فبقول شغلي عن عيد الأم تمام بقول يمي اختلف هالعيد عن باقي السنين شبعتي حزن شبعتي بكي شبعتي أنين وحتى وطننا يضل ونعيش بأمان استشهد لأجله كتار آباء وبنين ضلي يا أمي بهالوطن نبع الحنان وكوني مثل شوكي بعيون الظالمين ولادك هدوك اليوم باقي بيلسان وصاروا بدنيا الحق بحلف لك يمين ومهما عليك اليوم بيجور الزمان تعطي الأمل للابن تا يحمي العرين ورغم الألم بيضل فيك العنفوان يعطي الأمل مثل الخمير للعجين ولادك يا أمي بسوريا شجعان سياج الوطن هني على مر الزمان وجند الوطن حامي بلاد الياسمين. حلو كتير يعني نحن بين أحضان الطبيعة أكيد. وادي النضارة معروف بجمال أكيد. الطبيعة أكيد. الخلابة بالأحراج بالورود وين ما بنمرق بالوادي بنلاقي اللون الأخضر صح. قديش الطبيعة بتغذي الروح وبتعطيها من روحه لأنه هي روح بالنهاية أكيد. قديش بتعطيك من روحها وبتعطي كل إنسان من روحه خاصة لإبداع أي شيء نحن بنحبه. أكيد جمال الطبيعة بيولد للشاعر إحساس من خلاله بينتج عنه قصيدة فوادي النصارى وادي النضارة عزيز كتير على قلوب كل السوريين وهو بيته مفتوح لكل الزائرين ولكل الضيوف اللي بيجوا على وادي النضارة أكيد فبقول يا وادي النضارة أنت يا وادي الغوى عجبالك النسمات مش على ضوى وأنت وأنا والضيف عم نسهر سوا وحبك لضيفك مثل حاتم على السوا وبكل مطرح فيك يا وادي احتوى من سلسبيل الحب تضياعك روى فيك المحبة عامرة وفيك الهوى تاب السياحة صرت مرفوع اللواء وفيك الحضارة معمرة قص قصر الأمان وكل بقعة فيك فوق المستوى. منتشكرك كتير لوجودك معنا منتشكر الشعر الرائع الشعر والزجل المحكي اللي حكيته كمان شكرا لك وإن شاء الله هيك دائما منشوفك بحلقات قادمة ومنستمتع بشعرك. إن شاء الله أنا كنت سعيد معكم بعيد التلفزيون العربي السوري من هني كل الجهاز الإعلامي وكل التلفزيونات والمحطات الموجودة في سوريا بالعيد 59 والله يعطيكم ألف عافية. الله يعطيك العافية بدي أتمنى لك طولة العمر وشكرا للكلام الجميل يلي أضفت على صباحنا شيء جميل من شعر حلو من قلب ومن وجدان شاعر ابن وادي النضارة شكرا.